أريد أرجعك عن النازحين، لأن تقريرنا كان قاسي عليك هواية، يعني بالتحديد كلام الزميل محمد الكعبي. شوفي أنتوا الإعلاميين، لا بس أنا أريدك توضح عشان أعطيك توضح، هل بالفعل أنت سرقت فلوس النازحين؟ هل بالفعل؟ مو عيب تسأليني السؤال، لا أنا أريد أسأل الجمهور. لا تقريرنا مو عيب يسأل صالح المطلق يقول له سرقت. دكتور يعني أنت سمعت التقرير، هل اليوم أريد نتحدث بكل صراحة، يعني هل اليوم صالح المطلق ليش طلعت عليه هذه الإشاعات؟ منو كان وراء هذه الإشاعات؟ منو كان وراء هذا الحديث؟ شنو ناوي أنه أي إثارة لهذا الموضوع أرد عليه رد قاسي. نعم. ليش؟ لأنه وضحت الأمور بشكل واضح، وأقول اليوم وباشر والبارحة أي واحد عنده فعلا قضية على هذا الموضوع، مو هذا قضاء قدامه وهاي لجنة نزاهة وهاي تحقيق صار 5 سنين 6 سنين، رادوا يقولهم ثغرة واحدة ينفذون من عندها ما لقوا. وراح أقول لك سبب الهجمة هاي كلها شنو. نعم. والله سببها لأنه ما خليت الفساد يدخل إلى هذه اللجنة، والفاسدين نفسهم هم اللي أثاروا هذا الموضوع حتى يخلصوا من صالح المطلق حتى يدخلوا على ملف النازحين. تقصد من السنة؟ بالدرجة الأساسية من السنة. نعم. بالدرجة الأساسية من السنة. محافظتك يمكن تحديدا. بعد ما خرج صالح المطلق من لجنة النازحين صار دخول. نعم. على الـ على الـ على الـ على, الـ على, الـ على هذا الملف وصار ما صار. نعم. بس بزمني أتحدى من يثبت قضية واحدة على موظف، مو على صالح المطلق. نعم. على موظف كان يعلم بصالح المطلق. انتهى هذا الموضوع، ويعني من الآن فصاعدا ما انتهى التوافق السياسي، ما انتهى التوافق السياسي، لو انتهى قضائيا شنو الملف هذا؟ انتهى التوافق السياسي شو يعني؟ هيجي سمعنا انه انتهى التوافق السياسي. الله على حش هذا، اذا هذا انت بتوافق سياسي انا ان شاء الله خلينا نشرب قهوه. القهوتي ما لنا موجود. لا ما راح اشرب قهوتك ما دام تحكيني بالحكي هذا. لا انا يعني اسمع اقول لك، انا اسال دكتور. اسمع اقول لك فتشوا هيئه النزاهه الى ان هلكه، وكان احد الاخوان ايضا بهيئه النزاهه للاسف كان رئيس في زمان ما. في كل لقاء والله صالح المطلق ما قدم الكشف الذمه الماليه، هسه انت تدور مني كشف ذمه ماليه لو عندك شيء علي. نعم. عندك شيء علي تروح طلعه. نعم. فراح ثار القضيه بالقضاء. نعم. والقضاء حقق بها. فالحقيقه القضاء مشكور، رد عليهم رد قاسي جدا. نعم. لانه وانتهى الموضوع، نسد الملف حتى يعرفون الكل اللي يتحدثون بهذا الموضوع، نسد الملف وبعد خلاص، صح لو لا؟ يعني انا نسد الملف لحد حتى علمي ماكو شيء.